ايه الاخبار؟ مالكم حاسين كده ايه؟ طيب بسم الله كده هنبدا ان شاء الله النهارده شابتر 4. ده طبعا يعتبر اهم شابتر في الجزء الاول، وده اللي احنا فعلا كنا بنتارجت ان احنا نوصله الحمد لله قبل الميد تيرم، وهو الشابتر اللي احنا هنتعلم فيه ازاي نعمل الاي ار دايجرام. تمام؟ لما يكون عندي بروبلم معينه، تمام، وحد هقعد مع العميل اللي هو المفروض عايز الداتا بيز، وابدا اجمع منه ريكويرمنتس، يعني اقول له انت عايز داتا بيز لايه؟ خلاص؟ فيبدا يوصف لي والله المستشفى دي فيها مثلا مرضى وفيها ممرضين وفيها اطباء وفيها ادويه وفيها اماكن وفيها وفيها وفيها، ويقول لي كل التفاصيل اللازمه عشان اصمم منه الداتا بيز. ضروري ده يحصل. تمام؟ زي ما هنشوف دلوقتي كل كلمه ممكن تفرق في تصميم الداتا بيز. كل كلمة ممكن تعمل علاقة ما بين جدولين، كل كلمة ممكن مش تعمل علاقة بس تحدد نوع العلاقة ما بين الجدولين عاملة ازاي، زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله. فالتفاصيل مهمة جدا. خلاص، عايز اقول حاجة بس، انت لو في تفصيلة مش موجودة عشان تقدر تعمل داتا بيز المفروض تعمل ايه؟ يعني لو في تفصيلة كده مش موجودة تعمل فيها ايه؟ افترضها صح كده ولا ايه؟ يا اما يعني هو مش هينفع حاجه غير ان انت تفترضها لو مش متوفر ان انت تسال العميل عنها. واضح كده؟ طبعا في الامتحان العميل مش هيبقى موجود، فانت لو في اي حاجه ناقصه اشتغل مكان العميل وافترض اي حاجه انت عايز تفترضها. خلي بالك بقول الحته دي ليه؟ لانها مهمه. في بعض الاحيان انا طبعا لو حبيت ان انا اقول لك تفاصيل داتا بيز ممكن اجيب لك ثلاث اربع ورقات، فاهمين الكلام؟ لكن انا في الغالب هجيب لك يعني نص صفحه كده مختصر. لو لقيت معلومه مش موجوده يعني انت المفروض ايه؟ تفترض. واضح الكلام؟ بس لازم تقول لي انا افترضت كذا وبناء عليه الخارج هيكون كذا، يعني انا عملت العلاقه دي من نوع كذا وكذا عشان انا افترضت ان في معلومه ناقصه انا قلتها كذا. طبعا في ناس تمسك في الكلمه يقول لك انا هفترض، وتقريبا بيفترض كل حاجه، يعني يشوف هو عايز يعمل ايه ويقوم يفترض الافتراضات اللي اتحقق اللي هو عايزه. ده مش صح. انا بقول لما تكون المعلومه مش موجوده. طب موجوده وانت افترضت حاجه غيرها؟ خد انت الداتا بيز بقى شغال عندك. طيب يبقى ده شابتر 4 هنخرج منه بالاي ار دياجرام، وهو ده التارجت بتاع الشق الاول من المنهج بتاعك. تعالى كده نتكلم مع بعض اهو. بيقول لك ان انت في البدايه قبل ما تعمل الداتا بيز زي ما احنا قلنا دلوقتي، ان انت بتقعد مع العميل تقول له انت عايز ايه؟ متطلباتك ايه؟ قول لي تفاصيلك، كل الحاجه اللي انت عايزها، وابدا انا بقى احلل الريكويرمنتس اللي هو بيديها لي. يعني ايه احلل؟ اناليسز يعني ايه؟ ايه هو الاناليسز؟ كلمه احلل بيانات مش عارف ايه يعني ايه؟ طبعا في بعض المعلومات ان انا طبعا فيتشرز معينه هطلعها من الداتا، صح ولا ايه؟ ممكن ما تكونش موجوده صراحه، دي حاجه. الحاجه الثانيه في بعض الريكويرمنتس يا شباب بتبقى عكس بعضها. هو عميل مش فاهم مش متخصص يقول لك اعمل لي كذا وكذا، والاثنين التو ريكويرمنتس دلوقتي ايه؟ عكس بعض، يعني يا ده يا ده، ما ينفعش اثنين مع بعض. فلازم تحلل الريكويرمنتس وتشوف منها ايه هو الابليكابل وايه اللي هو نوت ابليكابل. يعني بعض الاحيان بيبقى العميل عايز حاجات غريبه قوي، طبعا عنده تطلعات زياده عن اللزوم، فدي طبعا ما ينفعش. هتتعمل ازاي؟ مش كومباتبل، مش ابليكابل. فبتبدا تشوف الريكويرمنتس وتحللها، وبعد كده تبدا تعمل الديزاين كده على الورق. تمام؟ وتبدا تشوف العلاقات زي ما هنشوف كده مع بعض. تعالى كده نشوف كده مع بعض. الصفحه دي مهمه جدا، فيها ملخص كل اللي احنا هنقوله. ايه بقى الصفحه دي؟ قال لك مبدئيا كده اي حاجه هتعملها، اي مثلا هتتعلم حاجه اسمها فلو شارت، هرسم فلو شارت، هرسم اي ار دياجرام، هعمل اي حاجه، لازم يكون في مفردات للحاجه اللي انت هتعملها دي. يعني لما تيجي ترسم فلو شارت البرنامج مثلا يقول لك والله في انبوت واوت، في اوبريشن، في مش عارف بتاع ده كونديشن بتختبره، فيبدا يقول لك في سيمبل رمز لكل حاجه. نفس الكلام لما نيجي نرسم اي ار دياجرام في مفردات للرسم. عشان ارسم اي ار دياجرام في شويه مفردات هستخدمها. ايه هي؟ قال لك اول حاجه اي انتيتي بنحطها ايه؟ في مستطيل. يبقى لما نيجي مثلا عندنا دلوقتي عندي ميني اوردر، اخدت شويه معلومات من العميل، بدات اقول والله انا المعلومات اللي هو قال لي عليها ديت فيها مثلا خمسه سته انتيتيز، يبقى معنى ذلك ان كل انتيتي هتتكتب جوه ايه؟ مستطيل. يبقى انت لو بتصمم اي ار دياجرام اي انتيتي حطها في مستطيل. طب لو انت بتقرا اي ار دياجرام موجود بالفعل، ها، يبقى تعرف ان كل مستطيل بيعبر عن
انتيتي. هو الانتيتي ده عباره عن ايه في الاخر؟ ريليشن. ريليشن هي طبعا هي تيبل. طيب في تاني مستطيلين متداخلين جوه بعض بيعبروا عن ايه بقى المستطيلين دولت؟ قال لك المستطيلين دولت بيعبروا عن حاجه اسمها ويك انتيتي. يعني ايه ويك انتيتي؟ قال لك هو انتيتي يعني وجوده، ركز بقى معايا، مرتبط بوجود انتيتي تانيه. لو الانتيتي التانيه مش موجوده هو مش موجود. او في بعض الاحيان يقول لك ايه، هو الانتيتي اللي ما فيهاش برايمري كي، خلاص، في ما لهاش برايمري كي في ذاتها يعني، خلاص يعني لوحدها ما لهاش برايمري كي. هنعمل شويه حاجه كده، يعني هنعمل حاجه كده، نتحايل على حاجه معينه كده، ها هنعملها عشان يبقى ما ينفعش طبعا جدول من غير برايمري كي، خلاص. زي ايه؟ الديبندنس مثلا، اللي هم الناس اللي بتامن عليهم لكل موظف، هم اولاده او اسرته، خلاص. لو ما فيش موظف في ديبندنس؟ طيب لو موظف مشي هيبقى في ديبندنس؟ يبقى وجود الديبندنس مرتبط بمين؟ بالموظف. ما فيش موظف ما فيش ديبندنس، تمام. طيب وهنشوف برضو حته ان ما فيهاش برايمري كي، هنقولها كمان شويه. طيب يبقى اي ويك انتيتي، اي انتيتي وجودها مرتبط بانتيتي اخرى، فدي بيسموها ايه؟ ويك انتيتي، تمام كده. خلي بالك عشان الويك انتيتي بتنتج حاجه كمان ويك زيها، هنقولها كمان تحضر. الدايموند، الدايموند معناه ايه؟ قال لك ده معناه ريليشن شيب، يعني علاقه ما بين جدولين. يبقى ايه الدايموند؟ ها علاقه ما بين ايه؟ جدولين، تمام. طيب لما يكون في دايموند، اتنين دايموندز متداخلين كده، قال لك لما يكون في علاقه ما بين جدولين احدهم ويك، ثاني الويك انتيتي، اسف، الويك ريليشن شيب هي عباره عن علاقه ما بين جدولين احدهم ويك انتيتي، واضحه ولا ايه؟ يبقى لما يكون عندك علاقه ما بين جدولين احد الجدولين ويك، ويك انتيتي يعني وجوده مرتبط بانتيتي اخرى زي ما قلنا الديبندنس مثلا، اذا اي حد هيرتبط بيه يبقى نوع العلاقه ايه؟ نوع العلاقه ايه؟ ويك ريليشن شيب. حد فاهم حاجه؟ يبقى في ويك انتيتي هي عباره عن ايه؟ بقول انا اهوت، عباره عن انتيتي وجودها مرتبط بانتيتي اخرى وما بيكونش فيها برايمري كي، بيسموها ايه ديت؟ ها ويك انتيتي، يعني جدول ويك ضعيف شويه، خلاص. طيب في حاجه اسمها ويك ريليشن شيب، يعني علاقه ايه؟ ويك. ايه العلاقه الويك دي بتيجي منين؟ عندما يكون احد الجدولين اللي ما بينهم العلاقه ها ويك انتيتي، يبقى العلاقه اللي في النص دي عباره عن ايه؟ ويك ريليشن شيب. حد فاهم حاجه؟ طيب اللي بعده شكل البيضاوي بيعبر عن ايه؟ قال لك بيعبر عن الاتريبيوت، او بيعبر عن اتريبيوت واحد، خلاص. كل شكل بيضاوي بيعبر عن اتريبيوت، خلاص. كل انتيتي او كل ريليشن ليها مجموعه اتريبيوت، فبيخرج من المستطيل اللي هو الانتيتي اشكال بيضاويه. الاشكال البيضاويه دي بتمثل ايه؟ مجموعه الاتريبيوت الموجوده في هذا الجدول. طيب هتلاقي برضو اتريبيوت بس في خط، اكيد ده مين؟ ها اكيد ده اتريبيوت من اي نوع؟ اللي هو الكي اتريبيوت. يبقى لما تلاقي اتريبيوت تحته خط، يعني هو بشكل بيضاوي بس مكتوب تحت اسمه ايه؟ عشان اتفقنا الخط ده بيميز الكي اتريبيوت. طيب جميل، ايه كمان؟ قال لك ممكن تلاقي شكل بيضاوي برضو متداخل، ده بيعبر عن ايه؟ قال لك بيعبر عن المالتي فاليو اتريبيوت. يعني ايه مالتي فاليو؟ يعني ليه اكتر من قيمه، تمام؟ يعني مثلا انا ممكن يكون لي اكتر من ادرس، اكتر من ايه؟ يبقى الادرس ده ايه؟ مالتي فاليود اتريبيوت، يعني ليه اكتر من قيمه. انا ساكن في طنطا وساكن في شبين وساكن مش عارف ايه، فليه كذا عنوان، فدي ده اتريبيوت من اي نوع؟ ها؟ من المالتي فاليود، ماشي تمام. اللي بعده يقول لك شكل بيضاوي ومنشق او منبثق منه اشكال بيضاويه اخرى. قال لك ده ايه بقى؟ قال لك ده كومبوزيت، صح؟ كومبوزيت يعني ايه؟ يعني ايه كومبوزيت؟ يعني مركب. يعني ايه مركب برضه؟ نفس اللي احنا نفس المثال بتاع المالتي اتريبيوت برضه ينفع يبقى كومبوزيت، تمام؟ اللي هو مين؟ العنوان. انت منين مثلا؟ انا من مصر، من محافظه المنوفيه، من شبي، مش عارف شارع ايه، عماره ايه. يبقى الكومبوزيت بيبقى ايه؟ صح كده ولا ايه؟ لا مع ايوه الكومبوزيت بيتكون من اكتر من جزء. مثال اوضح من كده، اسمك عباره عن ايه؟ فيرست نيم، ميدل نيم، لاست نيم. فده لو قلنا النيم يبقى النيم ايه؟ كومبوزيت. بكومبوزيت من ايه؟ من ثلاث حاجات، فيرست وميدل ولاست، صح كده؟ طيب جميل. هو في نوع تقريبا رابع بس مش موجود، اللي هو كومبلكس، لما يكون كومبوزيت ومالتي فاليو. زي مين؟ الادرس. هو الادرس، هو الادرس في كل حاجه، تمام. يعني ايه كومبلكس اتريبيوت؟
يعني هو مالتي فاليو وفي نفس الوقت كومبوزيت، يعني قيمته بتتكون من اجزاء، ده كده كومبوزيت، وليه اكتر من قيمه فمالتي فاليو. لما يجتمع الخاصيتين دول في اتريبيوت بيسموه كومبلكس اتريبيوت. في مشكله؟ بس دي مش موجوده هنا. طب اللي بعد بيقول لك شكل بيضاوي انتوا مش شايفينه تقريبا بس منقط، هو شكل بيضاوي بس ايه انتوا شايفينه تكذبوه كده انا مش شايف، هو ده ماشي، هو شكل بيضاوي بس ايه منقط. ده معنى ايه بقى يا شباب؟ قال لك ده درايفد اتريبيوت، يعني ايه بنجيبه من التريبيوت ده، يعني مستنتج. ها مستنتج يعني ايه؟ يعني هو فعليا مش متخزن. يعني مثلا اقول لك ايه سنك مثلا، لا استنى سنك، لا لا سنك ده مش موجود، خلي بالك ما ينفعش نخزن سنك. تعرفين ليه ما ينفعش نخزن الايج؟ يعني انت النهارده عندك 19 سنه ويوم، بكره 19 سنه ويومين وهكذا، صح؟ انتوا 19 ولا كام؟ لا يعني ما شاء الله عليكم كده خلاص كده مطمن عليك. ازاي يا جماعه 20؟ ازاي؟ كمان لا ما شاء الله، لا يعني يؤخذ بكلامك. لا تمام، وانا كنت بعملكم مش احسن حاجه؟ لا طبعا انا ما عملتش حاجه يا جماعه. طيب يبقى الدرايف ده بقى عباره عن ايه؟ زي ما قلنا احنا ما كملناش، هو عباره عن قيمه مشتقه مستنتجه. خلاص يعني بقول لك ايه، ممكن تطلع لي سن الموظف، شوف كده باقي كام سنه ويطلع معاش مثلا. لا سنه دي مش متسجله، امال هو مسجل تاريخ ميلاده، وفي نفس الوقت انا السيستم ممكن اجيب النهارده التاريخ كام النهارده، فاهمين؟ عشان ممكن اقدر اجيب النهارده كام في الشهر او كام، يعني تاريخ النهارده كام. يبقى الايج هو عباره عن طرح تاريخ دلوقتي النهارده من البيرث ديت بتاع الشخص ده اللي هو متسجل فعلا. يبقى البيرث ديت متسجل، انما الايج مستنتج مشتق من حاجه متسجله. خلاص في اي مشكله لحد دلوقتي؟ يبقى كل اللي اتقال عباره عن ايه؟ الانتيتيز وانواعها والريليشنز وانواعها والاتريبيوتس وانواعها. خلاص يبقى ممكن اقول لك لحد دلوقتي تقدر تعمل الجداول، وكل جدول تقول لي ايه الاتريبيوتس اللي موجوده ايه فيه لحد دلوقتي. ده اهم حاجه على الاطلاق. ايه هي بقى؟ تعملت الجداول والاتريبيوتس بالانواع الاتريبيوتس وكل حاجه، وقلت لي كمان انواع الريليشنز، او قلت لي السيمبل بتاع الريليشن، بس لسه ما اتكلمتش عن الريليشن شيبس. طيب صلى على النبي. دايما العلاقه في الاغلب بتكون ما بين جدولين. انا قلت في الايه؟ في الاغلب، مش دايما، يعني ممكن العلاقه تكون ما بين ثلاث جداول على فكره احيانا، وممكن على حسب، يعني ممكن تبقى اكتر من كده، بس انا اكتر حاجه شفتها ثلاثه، ممكن يكون في كده اكتر من كده. فمين انا اقصد ايه؟ ممكن تبقى في علاقه ما بين اكتر من جدولين، ممكن، ولكن الاغلب ان العلاقه بتكون ايه؟ الاغلب بتكون ما بين جدولين. طيب جميل، بيقول لك ايه بقى العلاقه ديت فيها ايه؟ فيها ايه؟ كفتين، صح؟ طيب جميل، هنا مثلا على سبيل المثال قايل لك ايه؟ E1 و E2 دول طرفي الايه؟ العلاقه، صح؟ طيب عايزك تروح عن E2 وتسال عن E1، وعايزك تروح عند E1 وتسال عن E2. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مش فاهمين حاجه. لا بهدوء كده، عايزك مثلا تقف عند E1 وتقول ايه؟ هو E1 ده لازم له، ها؟ E2 لازم ولا في احتمال ما يكونش؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو في علاقه مثلا ما بين موظف وقسم، موظف وديبارتمنت، يعني امبلويه ها وديبارتمنت، هل في من ضمن الكلام اللي هو بيوصفه لك العميل بيوصفه لك بيقول لك ان لازم الموظف يكون في قسم، لازم الموظف يكون في ايه؟ في قسم. ده معناه ايه؟ قال لك معناه ان في حاجه اسمها بارتيسيبيشن، تبقى يا توتال يا برشا. صلوا على النبي. ايه البارتيسيبيشن يعني توتال يا برشا؟ زي ما قلت لك كده، اي علاقه لها ايه؟ كفتين، طرفين، صح؟ روح عند كل طرف وشوف البارتيسيبيشن بتاع الثاني هيكون ايه؟ توتال ولا برشا؟ يعني ايه توتال ويعني ايه برشا؟ لما انا اقف مثلا جهه E1 بقول هل لازم E2 تكون موجوده؟ ولا في بعض الاحيان E1 ممكن ما يكونش عنده E2؟ مش علاقه يا جماعه، مثلا انا موظف بشتغل في قسم، هل ممكن موظف مثلا ما يبقاش له قسم يبقى شغال في قسم، يعني هيبقى اسمه قسم برضه، مش شغال في قسم، هل بنسمح لموظفين
غير منتسبين لقسم معين يكونوا موجودين عندنا في الشركه بتاعتنا؟ لو قال لك اه في بعض الموظفين غير منتسبين لبعض الاقسام، يبقى ممكن نقول ان العلاقه ما بين ها الموظف والقسم توتال ولا بارشال؟ ها يبقى الموظف مش لازم يكون له قسم. فاهمين؟ طيب اروح بقى اليمه الثانيه في نفس العلاقه لسه، علاقه الموظف بمين؟ بالقسم. هل ينفع يبقى في قسم ما فيهوش موظفين؟ طبعا في حاجات لوجيك تمام، وفي حاجات لازم تقال صراحه. بمعنى ايه؟ ايه الحاجات اللوجيك؟ هو في قسم ممكن يتعامل من غير موظفين فيه؟ مفيش، صح ولا لا؟ يبقى اذا دي مش محتاج ان انا اقول لك عليها اصلا، مش محتاج ان انا اقول لك لازم يكون في كل قسم موظفين. ما ديت ايه؟ بديهيه. الله ينور عليك. في حاجات ايه؟ بديهيات. خلاص يا شباب. انما مثلا لو انا عايز اقول لك ايه، الموظف ما ينفعش يكون مش في قسم، انا قلتها لك اهو مثلا، معناها برضو ممكن تكون بديهيه. في بعض الاحيان بتبقى بديهيه، دي ممكن فعلا ما تتقالش صراحه برضو، فانت تستنتج تقول ايه بقى؟ والله اي موظف المفروض يبقى في قسم، صح؟ واي قسم لازم يكون فيه ايه؟ موظفين. بيسموا القصه دي ايه؟ بارتيسيبيشن. بيسموها ايه يا شباب؟ ايه بقى انواع البارتيسيبيشن اللي احنا قلناها؟ توتال وبارشل. لو جيت سالت سؤال وقلت مثلا ممكن موظف ما يكونش له قسم، اذا العلاقه من جهه الموظف توتال ولا بارشل؟ بارشل. انما لو قلت لك لازم الموظف يكون في قسم، يبقى العلاقه من الموظف للقسم نوعها ايه؟ توتال. وبروح اليمه الثانيه واعمل اكرر نفس السؤال، هل الديبارتمنت لازم له موظفين يكونوا موجودين فيه؟ لو الاجابه كانت اه يبقى برضه توتال. يبقى ايه البارتيسيبيشن؟ بتشوف كل طرف هل بيحتاج الطرف او لازم يكون الطرف الثاني موجود، لازم يكون موجود الزامي، ولا ممكن يكون في بعض الحالات مش موجود. واضح الكلام؟ هنشوف امثله كتير. يعني مثلا لك ايه، في علاقه ما بين مثلا الموظفين ومشاريع، يقول لك ان في بعض الموظفين مثلا مش مشتركين في مشاريع خالص، يبقى هل العلاقه ما بين الموظف والمشاريع من جهه الموظف تكون توتال ولا بارشل؟ ليه؟ لان بيقول لك مش لازم يشترك في ايه؟ في مشاريع. يعني ده معناه ايه؟ معناه ان في بعض الموظفين في الشركه مش مشتركين في ايه؟ في مشاريع. طب لما تيجي نروح الجهه الثانيه، المشاريع لازم فيها موظفين ولا مش لازم؟ ودي نعتبرها برضه بديهيات. في مشروع شغال من غير اوتوماتيك درايفر ليس كار شغاله مثلا؟ مفيش كلام ده. واضح الكلام؟ يبقى في بديهيات وفي حاجات تتقال صراحه. من البديهيات ان كل مشروع لازم ليه موظفين. تمام يا حضرات؟ يبقى البارتيسيبيشن توتال بارشل. لو بصيت في، بص خلي بالك عشان ما تتلخبطش، بتقف في كل جهه وتسال عن ضروره الجهه الثانيه بالنسبه لها ايه؟ هل لازم ريكوايرد ولا ممكن وممكن؟ ممكن تبقى موجوده وممكن ما تبقاش موجوده، يبقى بارشل. لازم تبقى موجوده يبقى توتال. وخلي بالك تاني بقول اهو، ان احنا عشان نجيب البارتيسيبيشن بتاع جهه بنسال عن اهميه الجهه الثانيه بالنسبه لها او تواجد الجهه الثانيه بالنسبه لها توتال ولا بارشل. واضحه البارتيسيبيشن؟ ها سكوت علامه الرضا. طيب في حاجه ثانيه اسمها كاردناليتي. اسمها ايه؟ كاردناليتي. اسمها ايه؟ ايه بقى الكاردناليتي ديت؟ قالك هي برضو على العلاقه يا جماعه. معلش اسف، هو انا بعبر ازاي عن التوتال والبارشل؟ قالك لو رسمت ما بين الانتيتي والريليشن شيب ها خطين من جهه، يبقى الجهه دي توتال ولا بارشل؟ توتال. طب اللي ترسم فيها خط واحد يبقى دي بارشل، يبقى الخط الواحد ايه؟ والخطين توتال. واضحه دي؟ يبقى مثلا قلت لك اي 1 واي 2 من جهه اي 2 توتال ولا بارشل؟ توتال. طب من جهه اي 1 بارشل. جميل قوي. الكاردناليتي الحاجه الثانيه بقى اللي بعد البارتيسيبيشن، بيقول لك ايه؟ لازم تسال برضو السؤال من الجهتين. مثلا هقول لك حاجه دلوقتي يا جماعه، العلاقه مثلا ما بين الموظفين والقسم الكاردينالتي بتاعتها عامله ازاي؟ قال لك بص، هو المفروض القسم الواحد، ركز بقى، يكون فيه كام من الموظفين؟ ان من الموظفين، صح؟ ركز معايا، العلاقه ما بين الموظفين والقسم بتكون علاقه ايه؟ اصل انا انواع العلاقات ايه؟ نقولها الاول، ايه انواع العلاقات؟ 1 تو 1، يعني واحد من ده يكون assigned لواحد من ده. وايه تاني؟ قال لك 1 تو ميني، يعني واحد من ده يعني ياخد ميني من هنا. زي مثلا ايه؟ المشروع بياخد ان من الايه؟ من الموظفين. يبقى علاقه المشروع بالموظفين ايه؟ وان مشروع. سامحونا بقى على وان مشروع دي او وان بروجكت، ها تاخد ميني ايه؟ امبلويز. واضح؟ يبقى العلاقه ما بين الموظفين والمشروع ايه؟ انا قلت الموظفين الاول، يبقى ميني تو وان. لو قلت المشروع الاول، ها؟ طيب جميل قوي. حد فاهم حاجه؟
يبقى في علاقه 1 تو 1. يقول لك مثلا ايه؟ خليها دي يعني. اه ماشي. علاقه مثلا المدير بالقسم، كم مدير لكم للقسم؟ واحد. طب والمدير بيدير كم قسم؟ واحد. طب القسم بيديره كم مدير؟ فاهمين الكلام؟ يبقى تاني، المدير بيدير كم قسم؟ واحد. طب القسم بيديره كم مدير؟ يبقى العلاقه ايه؟ مدير لقسم، يبقى نوعها ايه؟ 1 تو 1. تمام. طيب المشروع والموظفين، ها، 1 تو ميني. طب لو انا قلت لك بقى، ركز بقى في الحته اللي جايه دي على برضو المشاريع والموظفين، وقلت جاي قايل لك ايه؟ خلي بالك ممكن الموظف الواحد، ركز بقى، يشتغل في اكتر من مشروع. هنا بقى العلاقه بتاعه المشاريع والموظفين اتغيرت. كانت ايه؟ لو كانت مثلا بيقول لك ان الموظف الواحد ما ينفعش يشتغل، لو قال لك كده الموظف الواحد ما ينفعش يشتغل في اكتر من مشروع، ده معناه ان العلاقه تكون ايه؟ وان بروجكت ميني امبلويز. انما لو قال لك ممكن الموظف النشيط يشتغل في مشروعين 3 10 الله حر، تمام، ده معناها ان العلاقه بقى ما بين المشاريع والموظفين ميني تو ميني. ميني موظفين، ميني مشاريع، العلاقه ايه؟ رايح جاي، ميني في الاتجاه. بس يبقى انواع العلاقات او الكاردناليتي كام؟ 3، ها، 1 تو 1، واحد لواحد، مدير بيدير القسم، قسم بيدار بمدير واحد. طيب في حاله ان المشروع، ان الموظف الواحد لازم له مشروع واحد بس يشتغل فيه، فممكن نقول العلاقه ما بين البروجكت والامبلويز، ها، 1 بروجكت ميني امبلويز. لو قلنا نفس البروبلم، لا الموظف ممكن يشتغل في اكتر من مشروع، يبقى ممكن الموظف اكتر من مشروع والمشروع اكتر من موظف، يبقى العلاقه ميني تو ميني، من هنا مع ميني من هنا. مش معناها، مش عارف ممكن تلخبط الناس ولا لا، مش معناها ان انت مثلا ايه تكون في نفس الوقت، ولكن السؤال بيجي كالتالي، انت مثلا هتعرف يا امه الموظفين، خلاص يا موظف انت ليك اكتر من مشروع؟ يقول لك اه اكتر من مشروع، دي برضه متوقفه على الريكويرمنتس اللي انت جمعتها. وتيجي عند المشروع، يا مشروع انت بتحتاج اكتر من موظف؟ اه. طالما ده محتاج اكتر من واحد وده محتاج اكتر من واحد، يبقى العلاقه ايه؟ ميتو. انما لو جيت سالت قلت ايه؟ يا قسم انت محتاج اكتر من مدير؟ لا، مدير واحد. طب يا مدير هتقدر تدير اكتر من قسم؟ برضه ترجع للريكويرمنتس، بس برضه دي شبه بديهيه. المفروض ايه؟ ما ينفعش مدير لاكتر من ايه؟ من جهه او اكتر من قسم. واضح الكلام ولا لا؟ ايه بس في ناس بتدير حاجات كتير ولا ايه؟ قول. لا انا كده ما بتكلمش، انت كده بتتكلم على ليفل تاني، انا بتكلم على ليفل ايه؟ ليفل هقول لك، انت في رئيس قسم ماسك قسمين؟ بس احنا بنتكلم على رئاسه القسم. انما ليفل ده مدير عام بقى، ده مثلا ده مدير صاحب الشركه خلاص مثلا، فلا دي وضع مختلف. انا بقول لك على اداره الايه؟ الاقسام. مفيش رئيس قسم بيدير قسمين. وبرضه قلت لك دي شبه بديهية، يعني ايه؟ يعني ممكن يجي يقول لك ايه؟ والله انا رئيس مجلس الاداره، وانا رئيس مش عارف ايه، وانا الكل في الكل. انت حر بقى، انت لوحدك بالشركه بتاعتك وانت الموظفين كلهم. انت بتسال في الامتحان يعني؟ لا الحاجات دي طبعا بيبقى اه بالظبط، يعني انا حاسبك على الفرض اللي انت عملته، وانا هحاول ما اديلكش فرصه تفترض، لان انا عارف الابداعات بتاعت الناس. انا اقول لك انا رقم. يبقى الكاردينالتي كم نوع؟ كاردينالتي كم نوع؟ كم نوع؟ هم بقى، ها، يبقى الكاردينالتي 1 تو 1، 1 تو ميني، ميني تو ميني، خلاص؟ طيب قال لك في نوع بيسموه مين ماكس، ماشي؟ نوع اسمه ايه؟ مين ماكس. المين ماكس بقى دي طريقه مختلفه شويه في التعبير عن ممكن نقول البارتيسيبيشن والكاردناليتي مع بعض. ازاي بقى؟ المين ماكس يا جماعه بيجي في كل جهه ويسال في الجهه الاخرى، يا بروجكت بتحتاج مينيمم كام موظف وماكسيمم كام موظف؟ زي ما يقول لك مثلا ايه؟ مشروع التخرج يا جماعه على الاقل مثلا 2 وعلى الاكثر 5. يبقى المينيمم فاليو كام؟ طب الماكس؟ طيب نرجع لليمة الثانية ونروح لليمة الثانية بقى. جهة البروجكت. المفروض احنا كده احنا كنا في جهة البروجكت أصلا. نروح بقى في جهة مين؟ الموظف. أنت كموظف أقل عدد ممكن تشارك فيه من المشاريع إيه؟ ها؟ يقول لك والله أنا ممكن يعني في احتمالين هو ما يشاركش خالص،
يبقى المينيمم كام؟ زيرو، صح ولا ايه؟ طيب والله اقصى عدد عشان برضو ما يبقى ما الدنيا مظبوطه، مثلا خمس مشاريع، يبقى المين زيرو والماكس خمسه، يعني اقل طبعا، يعني في موظفين مش شغالين في مشاريع، ايوه عشان كده حطيت زيرو. طيب اكتر موظف شغال يقدر يشتغل في كم مشروع؟ طب في حد يشتغل سته في الحاله ديت؟ لا. تاني طبعا لما كنا بنتكلم يا جماعه بموضوع الكاردناليتي، فبكنا بنقول ايه؟ 1 تو 1، 1 تو ميني، ميني تو ميني، ما عنديش خيارات تانية، ما عنديش ان انا يعني مثلا ايه، لو هما اثنين انا ممكن اشتغل في مشروعين، المشروعين دول يعتبر 1 ولا ميني؟ ميني. خلاص، انما طريقه المين ماكس ممكن تحدد مينيمم كام وماكسيمم كام بالظبط، فاهمين؟ دي في الاي ار دياجرام ممكن نعملها يا جماعه. ممكن هوريك دلوقتي رسمه معموله بالمين ماكس، او كيفيه تحويل اي ار دياجرام معمول بايه؟ بالبارتيسيبيشن والكاردناليتي ومعمول بالمين ماكس. صلوا على النبي. اللي انا عايزك تفهمه وتركز فيه قوي، ان انا ممكن اقول لك ان المين ماكس ممكن باستخدامه نستغني عن حاجتين، ايه هما؟ البارتيسيبيشن والكاردناليتي. ازاي البارتيسيبيشن؟ ازاي البارتيسيبيشن يا شباب اللي هي توتال وبارشل، ازاي يعني استغنى عن البارتيسيبيشن في حاله استخدام المين ماكس؟ هقول لك حاجه وبالراحه خالص بدون اي عصبيه. هو احنا دلوقتي لو لقينا المينيمم فاليو زيرو، ده معناه ايه؟ لما الاقي في جهه المينيمم فاليو زيرو، ده معناه ان هو ممكن ما يكونش ايه؟ متواجد، يبقى بارشل ولا توتال؟ بس خلاص. طب اي رقم غير الزيرو؟ يعني او لو المينيمم على الاقل بواحد، خلاص كده يبقى هو ايه؟ علاقه البارتيسيبيشن توتال. واضح الكلام؟ يبقى المين ماكس تغني عن الكاردناليتي والبارتيسيبيشن؟ ايوه. طب لو انا مثلا قلت لك رسمه حولها مثلا من كده المين ماكس من الطريقه العاديه للمين ماكس، خلاص انت هتشوف اي علاقه بارشل هيكون المينيمم بتاعها ايه؟ زيرو. طبعا بس هتحتاج تشوف الماكس يبقى كام، لازم اقول لك عليه مثلا ماكسيمم نمبر اوف امبلويز اللي ممكن يشاركوا في بروجكت مثلا خمسه، يبقى تقول لي المينيمم لو هو بارشل زيرو والماكسيمم خمسه مثلا، حاجه زي كده. فهمتوا حاجه؟ يبقى المين ماكس بتعمل ايه؟ بتجيب لك اقل عدد واكبر عدد ممكن ايه في كل جهه، ولو لقيت في جهه معينه اقل عدد زيرو، ده معناه ان البارتيسيبيشن بارشل، يعني ممكن ما يبقاش موجود اصلا. اللي مش فاهم حاجه يسالني بسرعه. احنا حتى الان ما قلناش غير المفردات، وعلى فكره دي اهم حاجه. يعني اللي جاي كله هيبقى ما فيهوش اي مشكله. هنا يبدا يقول لك بقى ايه، تشوف بقى الريكوايرمنتس وتجمعها وتشوف هتعمل الديزاين ازاي، الكلام ده كله قلناه. خلينا بقى نشوف مثال عملي تطبيقي على كل الكلام اللي احنا قلناه. احنا ان شاء الله في السلايدز دي هنشرح حاجه اسمها الكومباني داتا بيس. شركه، عندك شركه فيها حاجات كتير، فيها انتيتيز كتير، وكل انتيتي لها اتريبيوتس ولها علاقات. هنشوف ازاي نقدر نصيغ الكلام ده مع بعض واحده. قال لي وي ليست ذا داتا ريكوايرمنتس فور ذا داتا بيس هير اند ذن كرييت ذا كونسبشوال سكيما ستيب باي ستيب. يبقى احنا بنعمل الكونسبشوال سكيما مع بعض دلوقتي خطوه بخطوه. ركز بقى معايا كده. بيقول لك اول حاجه ايه؟ ذا كومباني داتا بيس مالها؟ keep track of a company's ايه بقى؟ ركز في اللي جاي. مين بقى بتكيب تراك او بتخزن او بتتتبع مين او بتهتميها من هي تسجل ايه؟ قال لك الامبلويز. من وجهه نظرك كده الامبلويز دي تكون ايه؟ انتيتي، اهم انتيتي موجوده في الكومباني. ايه كمان؟ ديبارتمنتس، اكيد عندي دي عندي انتيتي اسمها ايه؟ ديبارتمنتس. ايه كمان؟ بروجكتس، مشاريع. يبقى ده كمان جدول موجود كمان اهو. قال لك suppose that after the requirements collection and analysis جمعنا وحللنا وظبطنا the database designers provide the following descriptions of the mini work. يعني بعد ما قعدوا مع العميل وخدوا ال requirements وحللوها وشافوا ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش و و و ها خلصوا بهذا الوصف. ايه بقى؟ company is organized into departments. ده في departments، خلي بالك. each department has a unique name. لحظة كده بدا يتكلم عن ايه؟ الاتريبيوتس بتاعه الانتيتي. خلاص، فقال لك اتش ديبارتمنت هاز ا يونيك. كلمه يونيك ديت يعني ممكن كده يبقى مرشح. مرشح معانا الراجل ده. طيب لو شفنا حد احسن منه ماشي، ما لقناش يبقى هو البرايمري، مش مشكله. راح جاي لك يونيك نمبر. لا ده احسن. ليه احسن؟ دايما بنتجه للارقام اكتر، ولو كانت الارقام يعني اصغر يبقى احسن. يعني عندك رقم قومي 14 رقم، ورقم اكاديمي 6 ارقام، خد الاكاديمي. طيب وبعدين قال لي اند ا بارتيكولار امبلوي، يعني عندنا امبلوي ماشي هو مانجز ذا ديبارتمنت. بيتكلم عن الديبارتمنت وقام جاب سيره الامبلوي وهو بيتكلم. ليه؟ بيقول لك دي علاقه بقى، ان انا عندي علاقه ما بين الامبلوي انتيتي والديبارتمنت. ايه العلاقه؟
اللي بيقول لك ان الامبلوي مانج ديبارتمنت، هو كده بيتكلم عن الموظفين العاديين ولا المديرين بس؟ جميل، هم طبعا في الاخر موظفين. قال لي وي كيب تراك اوف ذا ستارت ديت وين ذا امبلوي بيجين مانجينج ذا ديبارتمنت، يعني كيب تراك التاريخ اللي انا اتعينت، اللي الشخص اللي اتعين فيه مدير على القسم ده، خلاص يعني بيسجل تاريخ تعيينه قد ايه. لان مثلا ممكن تكون الفتره 3 سنين مثلا، فالمفروض انا هعرف منين الثلاث سنين خلصوا او قربوا يخلصوا او باقي كام عليهم، يبقى لازم اخزن تاريخ تعيينه كام بالظبط. فاهم المشكله دي؟ طيب جميل، ايه تاني؟ قال ماشي، الديبارتمنت ماي هاف سيفرال لوكيشنز، دي مهمه برضه. يبقى اذا في حاجه اسمها لوكيشنز برضه، يعني بيقول لك القسم ممكن يكون ليه اكتر من ايه؟ من لوكيشن، اكتر من مكان. فاهمين الكلام؟ يعني انا ممكن الديبارتمنت ده يعني مثلا ايه؟ ديبارتمنت الاكاونتنج مثلا، المحاسبه، او ديبارتمنت بتاع اي حاجه، الماركتنج، اي ديبارتمنت مثلا معين، بس الديبارتمنت ده ممكن يكون ليه كذا مكان، كذا موقع، كذا لوكيشن. واضحه دي؟ يبقى خلي بالك لو في علاقه، شوف العلاقه هيبقى نوعها ايه؟ كل ديبارتمنت ليه كذا لوكيشن، خلاص؟ يبقى اكيد العلاقه ايه؟ ديبارتمنت ليه كذا لوكيشن، يبقى 1 تو مين. شفت بقى كل كلمه بتفرق ازاي؟ ممكن يقول لك مثلا ايه، لا والله ده كل ديبارتمنت لازم يكون ليه لوكيشن واحد بس. يبقى خلي بالك من كل كلمه بتفرق. طيب ايه كمان؟ قال لي a department controls a number of projects. ايه ده؟ علاقه. ليه دي عباره عن ايه؟ علاقه كنترول. يعني مين اللي بيكنترول؟ الديبارتمنت بيكنترول ايه؟ بروجكتس. يبقى انا عندي مجموعه مشاريع انا كقسم باشرف عليها او باديرها يعني. طيب ايه كمان؟ قال لي each of which has a unique name, unique number and a single location. اللي هما مين بقى؟ الهو ديت بتعود على او الاتش ديت اوف ويتش بتعود على مين؟ قال لك ان البروجكت كل مشروع ليه ايه بقى؟ ليه يونيك نيم ويونيك نمبر، يبقى كده هاخد اليونيك نمبر هو الكي اند ا سنجل لوكيشن. بص قال لك ايه؟ المشروع الواحد ليه لوكيشن ايه؟ واحد، انما الديبارتمنت ليه اكثر من لوكيشن عاد. طيب وبعدين قال لك وي ستور اتش امبلويز نيم وسوشيال سكيورتي نمبر وادرس والسالري والسكس او الجندر او الديس دي، كل دي عباره عن ايه؟ اتريبيوتس بتاعت مين؟ الامبلوي ريليشنز. طيب اند امبلوي از اسايند تو وان ديبارتمنت، دي ايه؟ بيحدد نوع الايه؟ الكاردناليتي اهو ولا ايه؟ صح ولا لا؟ ثانيه واحده، ما انتوا ايه؟ نركز يا جماعه، بيقول لك ايه؟ الامبلوي اسايند تو وان ديبارتمنت، ركز، الامبلوي من جهته وان، انما الديبارتمنت من جهته ما تستعجلوش، والديبارتمنت هيكون فيه موظف واحد. طب نركز بس، احنا ما نبصش من يعني ايه من وجهه نظر واحده، بص من الوجهتين، خلاص؟ وانا بقول لك انا ليا ديبارتمنت واحد، يبقى انا كموظف مش هينفع اشتغل في اكتر من ديبارتمنت. طب الديبارتمنت يشتغل فيه اكتر من موظف؟ لسه دي ما قلناهاش بقى، او ما انا بقول لك على سبيل المثال يعني، او هي برضو من البديهيات. ماشي، but may work on several projects. موظف علاقته بالبروجكتس ان هو ممكن يشتغل في اكتر من ايه؟ من مشروع. واخدين بالكم ديت؟ برضو ما تقوليش مني تو مني، هتقول من وجهه نظر الموظف مع المشاريع، هو الموظف ليه ميني مشاريع. طب المشروع ممكن تكون بيه برضو من البديهيات ان اي مشروع ليه ميني من الموظفين، يبقى اذا العلاقه تبقى ميني تو ميني، بس مش في كل الحالات تستعجل وتحكم على الموضوع. فاهمين انا اقصد ايه؟ قصدك شوف الجهه الثانيه اخبارها ايه؟ ما تقولش من جهه واحده بس، عشان لما جينا قلنا 1 تو 1 في الاولانيه ديت طلع مش 1 تو 1، ده الموظف ليه ديبارتمنت واحد، بس الديبارتمنت ليه اكتر من موظف وهكذا. يا مسهل، وي كيب تراك اوف ذا كرنت نمبر اوف اورز بير ويك ذات ان امبلوي وركس اون ايتش بروجكت. ايه معنى الجمله دي؟ يعني لما يكون الموظف ركز شغال في مشروع، في مشروع معين، انا بكيب تراك النمبر اوف اورز اللي هو اشتغلها في المشروع ده. يعني انا موظف شغلت 5 مشاريع، رحت اشتغلت في المشروع الاولاني ساعتين، تتسجل لي ان انا اشتغلت ساعتين فين؟ في المشاريع عموما؟ لا، في المشروع ده. خلي بالك دي حته مهمه جدا، يمكن نتكلم عنها كمان شويه. ماشي. We also keep track of keep track of the direct supervisor of each employee. Direct supervisor. لحظه، هو كده في مدير وفي سوبرفايزر؟ زي ايه مثلا؟ يعني مثلا ممكن اكون انا المدير بتاعكم كلكم، خلاص؟ ولكنكم مجموعات وكل مجموعه ايه؟ في تيم ليدر. واخدين بالكم؟
فالتيم ليدر بيسوبرفايز على الناس وانا بسوبرفايز على الكل مثلا يعني. خلاص ففي علاقه مانجنج وفي علاقه سوبرفيجن. واضح الكلام؟ واضحه ولا مش واضحه؟ ها طيب جميل قوي. هو از انذر امبلوي، يعني بيقول لك السوبرفايزر ده امبلوي عادي يعني برضو في مشاريع التخرج. التيم ليدر ده ستودنت على فكره، ستيل ستودنت، لو كان تيم ليدر برضو ستودنت. فاحنا طبعا بحس ان بيبقى تيم ليدر تحس ان هو لواء، لواء جيش انت قاعد. خلاص طيب بعد كده بيقول لك وي وونت تو كيب تراك اوف ديبندنس، اللي هم الاشخاص اللي يعولهم الموظف ماشي، اوف اتش امبلوي فور انشورنس بيربسز. الانشورنس التامين مش التموين، التامين. ها وي كيب اتش ديبندنس فيرست نيم. ركز بقى الاتريبيوتس اللي جايه دي على مين؟ القعده دي يا جماعه مش بحبها. نرجع ورا عشان ايوه عشان ما ننامش. بلاش بلاش يا ولاد بلاش، خلي راسك متعلقه في الهواء عشان لو نمت تقع منك. صح؟ ها يبقى المعلومات اللي جايه دي معلومات عن مين؟ عن الديبندنس. تمام؟ ايه بقى المعلومات اللي هتخزنها عن الديبندنس؟ قال لك الفيرست نيم والسكس والبيرث ديت والريليشن تو ذا امبلوي، يعني ابن بنت زوجه كده يعني ام اب كلام من ده. ها في اي مشكله؟ يبقى الديبندنس واضحه؟ طيب وبعدين؟ قال لك بقى ايه؟ هنبدا نتكلم بقى بشكل تفصيلي اكتر. هنبدا بالديبارتمنت. مين الديبارتمنت؟ القسم. مال القسم؟ قال لك القسم ده بيتميز بيونيك نيم، يونيك نمبر، بارتيكولار. ده هو بدا يستخلص الكلام في شكل ايه؟ ان انا بتكلم دلوقتي عن ديبارتمنتس، كل ما يخص الديبارتمنتس. يا ريت فعلا لما تيجي تعمل اي ار دياجرام، وبالمناسبه ده هيجي في الميد تيرم ان شاء الله تركزوا. اما تيجي تعمل اي ار دياجرام حاول تقول والله انا اول حاجه هستخلصها من الكلام اللي بيتقال هو ان في عندي كام انتيتي. كويس؟ وبعدين ركز بقى ان انا احاول اجمع كل المعلومات الخاصه بكل انتيتي مع بعضها. فاهمين الكلام؟ كل الاتريبيوتس وكل العلاقات احطها مع بعض بحيث ان انا ايه؟ ما انساش حاجه من تبع الجزء ده. فهو بيقول لك الديبارتمنت قال لك كل المعلومات الخاصه بيه، وبعد كده بدا يقول لك على العلاقات. يقول لك اول حاجه في علاقه ما بين الديبارتمنت والامبلويي. ايه هي العلاقه؟ علاقه اداره، يعني في موظف بيدير القسم. واضحه دي؟ طيب وبعدين قال لك ذا ستارت ديت ماشي عرفناها دي، اللي هو بيسجله الستارت ديت اللي الراجل ده مسك فيه مدير القسم او رئيس للقسم. طب ايه كمان؟ قال لك سيفرال لوكيشنز. مين بقى اللي سيفرال لوكيشنز؟ الديبارتمنت. الديبارتمنت كنترولز ا نمبر اوف بروجكتس. يبقى في علاقه ما بين الديبارتمنت والبروجكتس، علاقه كنترول، ان انا كديبارتمنت بكنترول مجموعه مشاريع. طيب بعد كده نعمل على مين؟ على البروجكت. قال لك عنده يونيك نيم ويونيك نمبر وسنجل لوكيشن. خلاص؟ طيب مفيش اي علاقات قالها، لان تقريبا كل الناس الثانيه هي اللي هتقول علاقتها بمين؟ بالبروجكت ايه؟ طيب الامبلوي قال لك النيم والسوشيال سكيورتي نمبر والادرس والسالري والسكس والبيرث ديت، دي كلها الاتريبيوتس بتاعته. طب وبعدين؟ قال لك الامبلوي از اسايند تو وان ديبارتمنت. عرفنا بقى يبقى دي علاقه ما بين الامبلوي وايه؟ والديبارتمنت. ورك اون سيفرال بروجكتس، يبقى دي علاقه ما بين مين بقى؟ الامبلوي والمشاريع. خلاص ايه كمان؟ ماشي نمبر اوف اورز بير ويك ذات ان امبلوي وركس فور ايتش بروجكت. يعني بيقول لك بنسجل كل مشروع اشتغل فيه كام ساعه، بنسجل. يبقى كل الساعه كل مشروع ليه عدد ساعات انت اشتغلتها بتسجل على حده. يبقى انت كموظف اشتغلت في كذا مشروع، كل مشروع ليه عدد ساعات معينه. طب ايه كمان؟ ماشي سوبرفايزر. وحكايه في الاخر كده قال لك في بالنسبه للامبلوي، في خلي بالك نوع من الامبلويز اسمهم ايه؟ سوبرفايزرز. بيعملوا ايه؟ بيسوبرفايزوا مجموعه من ايه؟ من الموظفين التانيين، يعني انت موظف عادي وفي موظف تاني سوبرفايزر. الديبندنس طبعا كمان يعني اتكلمنا عنهم. خلاص ده طبعا هو انت بتخزن الاسم والسكس والبيرث ديت والعلاقه بالموظف. هو ده الاي ار دياجرام. ركز بقى، خلينا يعني سيبنا من كل اللي اتقال وتعالى احنا نعمل واحده واحده. اول حاجه خالص نعملها ما تبصوش مره واحده، الله يكرمك. يعني ما تتخضش، بص له اجزاء معينه فيه بس اللي تبص له. ايه الاجزاء اللي انت تبص لها؟ بص انا عايزك تبص كده ما تشوفش غير حاجه واحده بس، المستطيلات. في كام مستطيل؟ ها؟ اربعه. من الشمال كده امبلوي ديبارتمنت بروجكت ديبندنت. خلاص؟
طيب في اي حاجه تاني؟ مفيش. طيب وبعدين انا عايزك في الامتحان تبدا كده تحدد ايه الانتيتيز وتيجي حاططهم راسمهم كده. وبعدين تاني خطوه امسك كل انتيتي وحط كل الاتريبيوتس بتاعته فيه. خلاص؟ طبعا خلينا نبدا بالامبلوي. هتلاقي الامبلوي اس اس ان وراح جاي شادد خط. خلاص يبقى كده ايه؟ حدد ان الاس اس ان هيكون هو ايه؟ الكي اتريبيوت. طب وبعدين بيرث ديت وبعدين النيم وانف النيم عامل الشكل بتاع ايه؟ النيم ده نوعه ايه؟ كومبوزيت. يعني ايه كومبوزيت؟ يعني في فيرست نيم ميدل نيم لاست نيم، فراح جاي مفرع ثلاث تفريعات من النيم بهذه التفريعات. خلاص؟ اللي هو الفيرست والميدل واللاست. طيب الادرس، وطبعا هنا قال ان الامبلويين ملوش الا ادرس واحد. خلاص؟ سنجل ادرس. طيب السالري السكس، خلاص كده يبقى دولت كل الاتريبيوتس اللي هو قال لي عليها. مفيش اي حاجه ثانيه. ركز بقى معايا. طيب تعالى على الديبارتمنت. قال لك الديبارتمنت قال لك عنده النيم وعنده النمبر الاثنين كي اتريبيوتس. خلاص؟ طب وهو بيقول بالنسبه للديبارتمنت قال لك ممكن الديبارتمنت الواحد يكون ليه اكتر من ايه؟ من لوكيشن، عشان كده حطه في السيمبل بتاع المالتي فاليو اتريبيوت. صح؟ يبقى هو قايل لي ان في اكتر من لوكيشن، حطيته ايه؟ في شكل بيضاوي متداخل، شكلين بيضاويين متداخلين في بعض. طيب جميل، خلصنا كده من الديبارتمنت. ننزل على البروجكت. قال لك البروجكت ليه نيم ونمبر ولوكيشن واحد. خلاص؟ نخش على الديبندنس. قال لي ليهم نيم وسكس وبيرث ديت وريليشن شيب. خلاص؟ طيب في اي مشكله لحد دلوقتي؟ كده اللي انا قلته عباره عن ايه؟ كل الانتيتيز، كل الاتريبيوتس الخاصه بيهم. هنبدا واحده واحده نخش ان ديتيل، نفوكس على حته حته من الرسمه اللي قدامنا دي. هنبدا واحده واحده. اول علاقه خالص هتقابلنا من فوق هي علاقه مين بمين؟ الامبلوي ده بالديبارتمنت. خلي بالك الامبلوي العادي، علاقه الامبلوي العادي، لان في علاقات كتير هنتكلم عنها دلوقتي، او مش كتير يعني، هم كمان واحده وخلاص. ماشي؟ اول علاقه علاقه وركس فور. خلي بالك يا جماعه الريليشن شيب بتتقري من الشمال اليمين. يعني تعالى كده اقرا معايا. امبلوي ماله؟ وركس فور ها ديبارتمنت. يعني الامبلوي بيشتغل فين؟ لا المفروض كده، المفروض شكل العلاقه يتقري كده. خلي بالك لان طبعا الكلام مش رايح جاي، ما ينفعش اقراها كده. صح ولا ايه؟ ينفع اقول ديبارتمنت وركس فور امبلوي؟ ينفع؟ يبقى خلي بالك ان العلاقه بتتقري كده. طب جميل. اول حاجه خلينا نتكلم عن البارتيسيبيشن. تعال نقف كده في جهه الامبلوي واسال السؤال الثاني. اسال سؤال يرتبط بالطرف الثاني. خلي بالك، هل الامبلوي لازم يكون في ديبارتمنت؟ هي من البديهيات، ولكن لو هو قال لك معلومه صريحه بتقول عكس كده خلاص. طب من البديهيات ان اي موظف لازم يكون شغال، هو قالها على فكره تقريبا، قالها من ضمن الكلام. يبقى كل موظف في ايه؟ قال لك في ديبارتمنت واحد حد. اذا يبقى العلاقه ما بين الامبلوي او العلاقه او جهه الامبلويين ها من العلاقه وركس فور هتكون بارشل ولا توتال؟ طب عرفتها ازاي بارشل توتال؟ قصدي كتبت عملت قسمت ايه؟ خطين. يبقى الخطين اللي موجودين هنا دول بيعبروا عن ايه؟ ان العلاقه ما بين الامبلويين والديبارتمنت مالها توتال. تعال نروح الجهه الثانيه. يا ديبارتمنت هو انت لازم يكون عندك موظفين؟ طبعا لازم. يبقى انت كمان كده في مشكله؟ دي بيسموها ايه؟ البارتيسيبيشن. تعال بقى ندخل على مين؟ انا بخلص علاقه علاقه، اخش في العلاقه اخلصها ايه؟ تمام. العلاقه اللي هنا تمام؟ طيب العلاقه دي الكاردينات بتاعتها تبقى ايه؟ ركز كده. ايه الكاردينات بتاعت علاقه ما بين موظف وديبارتمنت؟ هو قايل لي ان الموظف بيشتغل في كام ديبارتمنت؟ واحد. جميل، يبقى غصب عني جهه الديبارتمنت تكون واحد. طيب الديبارتمنت ينفع يبقى في موظف واحد؟ لا، يبقى علاقه بقى نوعها ايه؟ ميني تو 1. علاقه ايه؟ ميني تو 1. ميني موظفين وان بروجكت. في مشكله كده؟ الوركس فور ريليشن شيب مالها خلصت. خلصت من ايه؟ خلصت من ايه؟ من حاجتين، البارتيسيبيشن توتال توتال، والكاردينالتي ميني تو 1. ميني موظفين وان ديبارتمنت. تمام؟ في اي سؤال؟ اي سؤال؟ طب نكمل. العلاقه الثانيه اللي موجوده ما بين برضه الامبلوي والديبارتمنت، قال لك دي علاقه مانجرز، او بيقول لك تعالى كده نقراها من الشمال لليمين. الامبلوي بيمانجز ديبارتمنت. تمام؟ طيب تعالى بقى نسال السؤالين بتوع البارتيسيبيشن. هو انت يا موظف لازم تكون مدير؟ بديهيه صح؟ طيب يبقى العلاقه هنا ايه؟ بارشل. طيب
هو انت اي ديبارتمنت من لازم ليك مدير؟ اه لازم ليا مدير. يبقى دي ايه؟ يبقى كده البارتيسيبيشن ها بارشل من جهه الامبلوي، توتال من جهه الديبارتمنت. اللي مش فاهم برضه يسال. طيب الكاردناليتي، الموظف هيدير قسم واحد والقسم هيدار بمدير واحد، يبقى وان تو. فاهم المشكله دي؟ طيب في بقى علاقه ما بين الموظف والموظفين ونفسهم. العلاقه اسمها بيسموها ريكيرسيف. بيسموها ايه؟ يعني ايه ريكيرسيف ريليشن شيب؟ يعني هي علاقه موجوده داخليا في نفس الجدول. ايه ده؟ ممكن يبقى في علاقه الجدول مع نفسه؟ ايوه. ايه المشكله؟ مش انا عندي موظف احد الموظفين بيبقى سوبرفايزر على مجموعه موظفين تانيين، يبقى علاقه السوبرفيجن ما بين مين ومين؟ موظف او موظفين وموظفين، او موظف وموظفين، موظف بيسوبرفايز على موظفين. فاهم المشكله؟ بيسموا النوع ده من العلاقات ايه؟ يسموه ايه؟ ريكيرسيف ريليشن شيبس. طيب جميل، تعالى كده نشوف البارتيسيبيشن. هو انت يا موظف لازم تكون سوبرفايزر؟ لا، انا ممكن اكون عادي. يبقى دي ايه؟ بارشل ولا توتال؟ بارشل. طيب تعالوا نروح للناس التانيين. وانتوا يا موظفين يا عاديين لازم بقى، او يا موظفين لازم يكون ليكم سوبرفايزر؟ لا مش لازم، انا سوبرفايزر ماليش سوبرفايزر. يبقى العلاقه هنا بارشل وهنا ايه؟ اللي فاتت دي مش واضحه، مش مفهومه، الناس مش متخيلاها. صلوا على النبي. انا دلوقتي عندي جهتين صح؟ امبلويين امبلويين. اسال السؤال من هنا طبعا سهل، هل انت لازم تكون سوبرفايزر؟ لا. طيب انا الجهه الثانيه بقى، هل لازم يكون حد بيسوبرفايز عليا؟ لا. انا لو سوبرفايزر ما عنديش سوبرفايزر ثاني، انا بسوبرفايز بس اللي تحت. طب انا حد بيسوبرفايز عليا؟ لا. هتقولي طب المدير؟ هقول لك دي علاقه بقى ايه، حاجه ثانيه، مش علاقه سوبرفيجن. انا بتكلم على علاقه السوبرفيجن، فاهمين؟ يبقى السوبرفايزر حد بيسوبرفايز عليه في علاقه السوبرفيجن؟ لا. فهل العلاقه من الجهه دي تكون توتال ولا بارشل؟ بارشل ايضا. واضح الكلام؟ اللي مش فاهم دي يسالني ويناقشني اقولها ثاني، مش مشكله خالص. ما شاء الله عليكم. النت ما اتغير واجيب واحد اصعب بقى. طيب الكاردناليتي، ايه نوع الكاردناليتي؟ تعالى كده اسال سؤال. كم سوبرفايزر وكم سوبرفايزي اللي هم الناس اللي حصلوا سوبرفيجن؟ يعني هو واحد سوبرفايزر هيدير ان من الايه؟ من الموظفين العاديين، صح كده ولا ايه؟ في اي مشكله؟ يبقى بارتيسيبيشن كاردناليتي تمام. بعد كده خلصنا الامبلوي، بقى لسه ما خلصناش الامبلوي. بقى له علاقه مع مين؟ مع الديبندنت، مع الديبندنت والبروجكت. ماشي خلاص، ناخدها من تحت هنا. الديبندنت يا جماعه العلاقه يعني الانتيتي اللي اسمها ديبندنت دي. خلاص لو جيت ركزت قوي وهو بيوصفها لك هتلاقيه ما ذكرش اي برايمري كي خالص. قول لي كده، انت برايمري كي؟ هل هو قال لك اي حاجه يونيك فيها؟ خالص، مفيش اي حاجه ذكر ان هي قيمتها ما بتتكررش. خلاص، ولكن في حته كده هنقولها كمان شويه. يبقى اذا ركز معايا، وحاجه كمان باللوجيك، هل الديبندنس مستقله؟ وجودها مستقل يعني ايه؟ وجودها مستقل يعني ايه؟ مستقله يعني هي موجوده بذاتها ولا موجوده بالتبعيه؟ بالتبعيه، يعني هي وجودها مش اصيل. يبقى هي ايه؟ ويك انتيتي. فلما جيت رسمتها كمان حطيتها في مستطيلين جوا بعض. طيب دلوقتي في علاقه ما بين الموظف والويك انتيتي دي، يبقى نوع العلاقه هو كمان ويك ريليشن شيب. ها يبقى الامبلوي ديبندنس اوف ديبندنس معينه. خلاص، يبقى الامبلوي عنده مجموعه من الديبندنس. في مشكله؟ يبقى اول حاجه مفهوم ليه الديبندنس ويك انتيتي. لسببين. اولا ممكن يكون السببين معناهم واحد على فكره بالاخر، تمام؟ ان انا ما عنديش برايمري كي حاجه تميز كل ريكورد من الريكوردز بتاعتي، وان انا اصلا وجودي غير وجودي ده شيء فرعي مرتبط بوجود حد تاني، تمام؟ فوجودي مش اصيل، فانا كده يبقى ويك انتيتي. خلاص؟ طيب في اي مشكله؟ طيب نوع العلاقه ليه ويك؟ احنا قلنا اي علاقه احد اطرافها ويك انتيتي يبقى العلاقه هي كمان ويك ريليشن شيب. طيب جميل، تعالى بقى نشوف الكاردينالتي والبارتيسيبيشن. تعالى نروح يا اما الموظف. يا موظف انت لازم يكون عندك ديبندنس؟ لا والله انا لسه سنجل ما عنديش، ربنا يرزق يعني. تقول له ماشي خلاص، يبقى دي برش. طيب يا ديبندنس لازم يكون لكم موظف؟ والله ما اكيد يعني، امال ايه؟ ما انا جايين ايه تبع
اهل العريس ولا اهل العروسه؟ اكيد تبع حد، خلاص. فلازم يكون الديبندنس ليهم موظف هم تبعوا اصلا، فلازم تكون ايه من جهه الديبندنس تكون توتال. طيب الكاردناليتي، الكاردناليتي ها كام لكام؟ اكيد موظف لي ان من الديبندنس، خلاص واضح الكلام. طيب كده خلصنا الموضوع ده، باقي حته صغيره قوي حد واخد باله قوي قوي من تفاصيل. النيم تحتها خط منقط، النيم تحتها خط منقط عشان بيسموها بارشال كي. ايه اسمها ايه؟ يعني ايه كلمه بارشال كي؟ عارفينها، انما بارشال كي ممكن نقول بارشال كي دي معناها ايه يا شباب؟ ان هي عباره عن جزء من كي. جزء من ايه؟ يعني ايه جزء من كي؟ يعني بيقول لك النيم كاتريبيوت هنا هيتاخد مع عمود كمان اللي هو هيبقى السوشيال سيكيورتي نمبر اللي في الامبلوي، هيتحطوا مع بعض الاثنين ويكونوا برايمري كي بتاع الجدول ده، خلاص. يعني رقم الموظف ها مع اسم الديبندنت الاثنين مع بعض هيكونوا ما بيتكرروش، وهيكونوا هما البرايمري كي بتاع الايه بتاع الجدول الجديد ده. عشان كده بيقول لك ان النيم لوحده مش كي، امال ايه؟ جزء من الكي اللي لسه هيتعمل. وطبعا ده هيتعمل بالريليشن، بالربط، اثناء الربط هنقل ده من هنا لهنا، ويمكن نلحق نقول المابنج في نهايه المحاضره. حد فاهم حاجه؟ يبقى النيم خط نقط ليه بس بدون دخول في تفاصيل؟ قال لك عشان النيم ده مش كي، هو جزء من كي لسه هيتعمل، خلاص. فاسمه ايه؟ بارشال كي. عشان كده حط ايه الخط المنقط. في اي مشكله؟ يبقى احنا كده خلصنا كل ما يخص الديبندنس. نخش بقى على اخر علاقه تخص الامبلوي، وهي علاقه مين بقى؟ علاقة الشغل الموظف في ايه؟ في مشاريع، تمام؟ هو قال لي ايه؟ وقال لي ان ممكن الموظف يشتغل في اكتر من مشروع، صح؟ طيب واكيد المشروع فيه اكتر من موظف، صح؟ جميل. يبقى مبدئيا كده العلاقة ميني تو ميني. ليه؟ تاني؟ لان الموظف الواحد ممكن يشتغل في اكتر من مشروع، وايه كمان؟ والمشروع الواحد اكيد وبديهيا انه يكون فيه اكتر من موظف، صح؟ حد عنده اعتراض؟ طيب ده بالنسبة للكاردينات البارتيسيبيشن. يا موظف انت لازم تكون في مشروع، خلي بالك ممكن يجي ويقول لك مش شرط يكون الموظف شغال في مشاريع. لو قال لك دي تبقى توتال ولا بارشال؟ بس هو ما قاليش كده، يبقى هي ايه؟ توتال، تمام. طيب نبص للجهه الثانيه. يا مشروع انت لازم ليك موظفين؟ طبعا لازم ليا موظفين، امال هيشتغل ازاي؟ يبقى العلاقه من الجهتين مالها؟ توتال، خلاص. طيب ملاحظ حاجه طلع كده من وركس اون ريليشن شيب. مش هو قال لك واحنا بنتكلم ان كل موظف هيشتغل في مشروع هسجل ها العدد الساعات؟ قال لك بيسموا الاتريبيوت ده بقى نوع ايه؟ بيسموه ريليشن شيب اتريبيوت. يعني ايه ريليشن شيب اتريبيوت؟ يعني هو عباره عن اتريبيوت مرتبط بالعلاقه نفسها. ليه مرتبط بالعلاقه نفسها؟ لان زي ما قلت لك العلاقه دي بتقول ايه؟ موظف ومشروع، خلاص. القيمه اللي هتتسجل هتكون قيمه لايه؟ قيمة عدد ساعات شغل الموظف ده في المشروع ده. فالعلاقة مالها من الريليشن نفسها، فدي بيسموها ايه؟ ريليشن شيب اتريبيوت. يبقى النمبر اوف اورز ده عبارة عن ايه؟ اسمه ايه؟ ريليشن شيب اتريبيوت. على فكرة في كمان ريليشن شيب اتريبيوت احنا نسينا نقول اللي هو ايه بقى؟ علاقة المانجرز اللي هو يدير. هو شو قال لي كيب تراك تاريخ تعيينه مدير؟ ده برضو مرتبط بالعلاقة نفسها، علاقة الإدارة. الإدارة بدأت من إمتى؟ بدأت من تاريخ معين، يبقى التاريخ أو الستارت ديت بتاع المانجرز ده عبارة عن إيه برضو؟ اسمه إيه؟ ريليشن شيب إيه؟ أتريبيوت، يعني أتريبيوت مرتبط بالريليشن شيب. طيب ده فيما يخص علاقة الإمبلوي بالبروجكت. بقي علاقة واحدة، إيه هي؟ علاقة الديبارتمنت بالبروجكت، خلاص. هو قال من ضمن الكلام لو أخدتوا بالكم ولسه متذكرين الكلام، إن هو بيقول لي إن الديبارتمنت بايه؟ بيدير ها مجموعه ايه؟ مشاريع. طب جميل. اذا في علاقه كنترولز ما بين مين ومين؟ نركز في دي بقى، ما بين مين ومين؟ ما بين الديبارتمنت ومين؟ والمشاريع. يبقى الديبارتمنت بيكنترول بروجكت، صح كده؟ طب جميل. خلينا نبدا بالبارتيسيبيشن، تمام. هل لازم الديبارتمنت يكون بيدير مشروع؟ لا، هي دي فيها كلام وتقريبا ما فيش معلومه صريحه اظن انا خدت بالي منها ان هي بتقول الكلام ده. تاني، هل قلنا
قال لازم كل ديبارتمنت يكون يعني مثلا صلوا على النبي صلوا على النبي. خلينا نقول الكليه هنا كمثال، عندنا هنا قسم حاسبات وتحكم واتصالات وبرامج خاصه كويس، بس في قسم مهم جدا محدش بياخد باله منه، مهم جدا على فكره جدا، قسم العام. طب هل القسم العام ده مثلا، انا بقول على مثال هنا يوضح هو هنا عاملها ليه كده يعني، هل القسم العام بيطلع مشاريع تخرج؟ لا. يبقى في بعض الاقسام ممكن ما تكونش بتكنترول على مشاريع، ممكن بعض الاقسام ما يكونش فيها ايه اداره مشاريع. فاهمين الكلام؟ يبقى لو خدت بالك في البارتيسيبيشن عامل من جهه الديبارتمنت مالها برشا. طيب هل المشروع لازم يحصل له كنترول عن طريق قسم معين؟ اكيد اكيد طبعا. فهمتوا حاجه؟ خلينا ممكن نختلف، انا ممكن اختلف معاك يعني ممكن نختلف وبالاختلاف ده ساعه واحنا الاثنين صح. واحد يقول لا الديبارتمنت انا شايف ان كل ديبارتمنت لازم يكون بيشرف على مشاريع او بيتحكم في مشاريع معينه. لو انا قلت كده خليها توتال عادي مش مشكله، انما على سبيل المثال هنا في الكليه مثلا زي ما قلت لك القسم العام ما بيطلعش مشاريع تخرج، يبقى هل لازم يكون توتال؟ يبقى جهه الديبارتمنت ممكن يا جماعه الديبارتمنت ما يكونش في ديبارتمنت معينه ممكن ما تكونش بتشرف او بتكنترول على مشاريع. وارد وارد. هل هو قال لي ده او نفاها لي؟ لا قال، يبقى في اختلاف يعني ممكن اعتبر دي مش من بديهيات خالص. خلاص؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ للبارتيسيبيشن. الكاردناليتي، الكاردناليتي القسم بيدير مجموعه ايه؟ مشاريع. بس هل ركز بقى في الحته اللي جايه دي عشان ممكن برضه تلخبط ناس. هل المشروع بيدار باكثر من قسم؟ برضه ما قاليش، يبقى ما دي بديهيه ان لا كل مشروع ها بيدار بقسم معين الا اذا في مشاريع تخرج بتبقى مشتركه ولا لا؟ لو قال لي دي يبقى اعمل كده، يبقى تبقى العلاقه ايه؟ ميني تو ميني. بس البديهي الطبيعي طبعا احنا بنتكلم على شركه ما بنتكلمش على الكليه ومشاريع التخرج في الكليه، فانا بديك مثال ممكن تبقى ميني تو ميني امتى؟ في حاله ايه؟ خلاص؟ بس البديهي ان كل قسم او القسم الواحد يعني المشروع الواحد بيدار بقسم واحد بس، ما ينفعش القسمين يديروا نفس الايه؟ المشروع الا اذا ان هو يبقى قال لي عكس كده ضمن يعني صراحه مش ضمنيا بقى. هو قال لي صراحة كده في بعض المشاريع بتبقى كومن ما بين اكتر من ايه؟ من ديبارتمنت، اذا يبقى العلاقة ايه؟ ميني تو ميني. فاهمين ولا لا؟ يبقى انا بحاول اجيب فرايتي، اقول لك لو قال كذا، طب لو قال كذا، طب لو دي كذا، عشان انت المفروض انت اللي هتحكم ده من خلال قراءتك وفهمك للشرح اللي انا هقوله لك اللي من خلاله هتعمل الاي ار داجر. فاهمين حاجة؟ في اي سؤال؟ دكتور ايوه هي زميلتكم بتقول ايه؟ هو الديبند ده هيبقى عامل ازاي في الداتابيز؟ هيبقى جدول عادي. بقول يعني ممكن اجيب لك ريكوردز موجوده فيه. يعني مثلا في موظف مخلف ثلاث اولاد. خلاص ان شاء الله يعني. هتلاقي الموظف ده ليه ثلاثة ريكوردز. الابن الاول، ثاني، الثالث. في لحظة واحدة. يعني الموظف ده يبقى ليه داتا متكررة. مش عارف هو في مثال ولا لا. هناخد بريك. هناخد بريك الاول. بصوا للصوره دي كده فيها ايه؟ احنا قلناها قبل كده. اعتبر نفسك ما شفتهاش. احنا في بريك دلوقتي يا جماعه دقيقه بس. المفروض الرسمه دي او الشكل ده او الجراف ده لو انت بصيت له كده من اليمين من الشمال لليمين هتحس ان هو مجموعه اطباق مقلوبه صح؟ مجرد ما تروح لليمين خالص وترجع تاني هتلاقي اللي كان مقلوب بقى معدوم. فاهمين حاجه؟ الحكمه باظت. يعني ما هو مشكله. استنى بصوا يا جماعه، بصوا من الشمال لليمين في حكمه ورا الموضوع هقولها خلاص بس ما تبوظهاش الله يكرمك. بصوا منين؟
منين؟ من الشمال اليمين. ها شكل الاطباق مقلوبة ولا معدول من الشمال اليمين؟ انت لما بدأت من الشمال مقلوبة صح؟ طب روح اليمين خالص ورجع تاني بقت ايه؟ معدولة صح؟ يا ابني انت انت اسكت، انت مبوظ الحكمة انت. بص يا واد، مين اللي بيكون خلاص يا باشمهندس؟ خلاص ده شكله جعان تقريبا، بيقول الاطباق دي فاضيه ليه؟ بصوا كده من الشمال اليمين هتحس ان هي مقلوبه في الاول، لما توصل لليمين هتلاقي ايه؟ ان في واحد معدول اهو، ترجع تاني كان كلهم معدولين اساسا. طيب ايه الحكمه ورا الموضوع ده؟ الحكمه دي بس انا هفسرها لكم. الحكمه ورا الموضوع يا شباب دي بامانه يعني كلنا بنتعرض ليها. مش انت ساعات وانت صاحي الصبح كده رايح مشوار كليه شغل اي حاجه يحصلك موقف صغير وحش تمام مثلا يعني يخلي اليوم كله سيء صح ولا لا؟ ممكن العكس يحصلك موقف صغير، حد يكلمك، حد مش عارف ايه، يقول لك حاجه كويسه، كلام من ده، ها يخلي يومك كله كويس صح ولا لا؟ يبقى هي دي الحكمه، ان انت لو يعني ما تستناش حد يصنع لك يومك، اصنع انت حدث كويس في بدايه يومك يخليك ها يومك جميل. مش كلام تنميه بشريه والله ولا كلام فاضي، لا حقيقي. قوم صلي الفجر مثلا، انجز حاجه قبل ما تروح شغلك او قبل الكليه مثلا، ذاكر نص ساعه اي حاجه، والله العظيم بتفرق جامد جدا. خلاص على عكس طبعا ان انت تبقى قايم متاخر نصلي بعد الشمس ما طلعت، كلنا بنعمل الموضوع ده. ما تفكرش ان انا بقول كده يبقى انا 100 100، لا خالص، انا بقول ان احنا كلنا عايزين نبقى كده. يعني يا ريت كلنا ننام بدري ونصحى الفجر. لما نصحى الفجر ونصلي الفجر كده يا جماعه، حد يا جماعه بيشم الهواء بتاع الفجر؟ حد جرب كده؟ الناس بالذات اللي بيروح الجامع وكده شم كده الهواء، مفيهوش حد، مفيش نفس ناس بتعصي ربنا فيه. اللي بيعصي ربنا دول بيجوا بعد الشمس ما تطلع، فبتلاقي هواء نظيف كده. خلاص هواء نظيف روحانيا وفيزيائيا، يعني انت لو خد لك نفسين منه من الهواء، والله قصدي الهواء، حسبي الله، من الهواء مش حاجه ثانيه، والله بجد هتلاقي فعلا في يعني انشراح كده في سطر. خلاص فالحكمه اللي انتوا بوظتوها ديت كانت بتقول يعني ما تستناش حد يبوظ لك يومك. يعني هقول لكم حاجه انا بدات انا اطبقها انا شخصيا، يعني اول ما تعينت معيد، الكلام ده من 12 سنه تقريبا تمام، كنت ايه بقى عصبي قوي لدرجه ايه؟ انت ازاي يا باشمهندس قاعد ما انتش فاهم؟ انت لازم تفهم بالعافيه كده يعني. فكان ده بيجي على اعصابي، باجي اخر يوم ما فيش، مش قادر، كنت لسه يعني ايه في عنفوان الشباب يعني، لسه برضه الحمد لله. ولكن ايه؟ بتبقى ما عندكش اكسبيرينس، يعني مش لازم كل اللي قاعد يكون انترستد بالفيلد اللي انا بشرحه اصلا. بعدين عرفتها بقى ايه؟ بخبرات السنين يعني، واخد بالك؟ فعادي. مثلا ممكن واحد يستفزك، ممكن طالب يستفزك، دي موجوده وكتير. اي نعم هنا الحمد لله ما فيش، بروح بعض الاماكن بيبقى فيها ناس مستفزه. المهم هل انت لو انت اتنرفزت وتعصبت وجبت اخرك معاه، ايه اللي هيحصل؟ هو ممكن يكون بني ادم بارد اساسا وما يستاهلش، هو قاعد خالص. ماشي كده. طب وانت طاقتك راحت فين؟ طب ده انت يومك طويل، هتكمل ازاي؟ دي مشكله مش بتحصل ولا لا؟ فحاول يعني سكيب الحاجات اللي ممكن تاخد من طاقتك. خلي بالك دي ليست ذات قيمه يعني. يعني انا ممكن الاقي مثلا واحد بيتكلم يعصبني جدا، اجي ابص له بصه كده واقول له يعني اقول له فين ايه؟ مش هضيع دقيقه معاك، انا هكمل الدقيقه دي اشرح فيها حاجه مفيده. فاهمين الكلام؟ حاجه زي كده. فانت حاول ما تهدرش طاقتك في حاجات ملهاش لازمه. ما تدخلش نفسك في حوارات، يعني مثلا ايه؟ تتخانق مع الكومساري في القطر. لا حبيبي يا حبيبي ليه؟ يعني في شباب انا ما كنت بشوف ناس كده تتخانق معاه، بيبقى معاه التذكره. طب عايزها ليه؟ طب عشان ايه؟ انت انا شكلي يعني مش عارف ايه؟ رهيب يا عم اتفضل. يعني لو 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 عايز ده ممكن تشتري راحتك وهدوء اعصابك بفلوس، اشتريه. يعني ممكن انا يعني ممكن تحصل معايا في احيان، تلاقي مثلا السواق عامل دربكه في العربيه، في واحد ما دفعش او في فلوس مثلا يعني، هيقعد مثلا 3 ساعات انت راكبهم من الوصله ديت بيتكلموا بيتخانقوا مع بعض، ممكن يوقف العربيه ويأخرك على شغلك. خلص. انا ما بقولكش ادفع على طول يعني، بس انا بقول ايه؟ لو تقدر تشتري راحه بالك بالفلوس اشتريها، والله بامانه لا تقدر بثمن. بامانه والله اعصابك وهدوءك النفسي وطاقتك اللي انت توفرها لا تقدر بثمن. فارجوكم ما تهدروهاش على الفاضي، خليها في الحته المهمه تمام. معظمنا برضو بشوف شباب برضو في المحاضرات
بدري واخر النهار وفي اي وقت نايم مستنزف مفيص تمام. طب ليه انت بتعمل ايه بقى؟ والله انا كان في فيديو كده كيفيه استخراج مش عارف ايه من جوه ايه بتاع ايه كنت بتفرج عليه وسحبني الفيديو تاني قعدت للفجر. طب وبعدين؟ نمت الفجر وصحيت بعد نص ساعه. لا جامد صراحه. انت عايز تقول لي ان انت باللي انت عملته ده هتيجي تفهم اي حاجه؟ لا انا وجهه نظري اقعد اقعد في البيت بدل ما ممكن اصلا يحصل لك حاجه وانت ماشي. بامانه والله يعني جربوا كده ممكن ما تاكلش يوم بحاله بس جرب ما تنامش يعني ممكن تستحمل الجوع كلنا بنصوم صح؟ انما تقدر مثلا ما تنامش انا بقول لكم اهو بس عملتها ساعات بعملها ساعات بس بامانه بقعد مثلا يجي شهر عم اعمل ريكفري بامانه لما عشان ارجع تاني بقعد يجي شهر خلاص. فالنوم يا جماعه مهم جدا والاكل الصحي مهم جدا خلاص. ما تاكلوش الحاجات المقرفه اللي بتبقى في السوبر ماركت والبيبسي والعصير والحاجات دي كلها. خلي اكلكم مفيد صح تمام بالذات الصبح. ايه رايكم بقى؟ هي الاطباق السبعه جنجرتنا للاكل والحاجات دي. طيب يبقى احنا خلصنا كده احنا عندنا دكتور في اتريبيوت النمبر تمام صح كويس ما خدناش بالنا منه ده. في يا شباب في العلاقه في الاير دايجرام اللي هو النمبر اوف امبلويز منقط واحنا كنا بنشرح المكونات قلنا يا جماعه ان اي اتريبيوت درايف مستنتج مش متخزن يعني فده بيبقى بيسموه ايه درايف ده اتريبيوت وبيترسم منقط خلاص. فالنمبر اوف امبلويز هستنتجها من ايه؟ من عدد الايه الصفوف صح ولا ايه؟ بس هل ده متخزن؟ طب ثابت؟ لا بيتغير كل ما بتعمل انسرت ليه قيمه بيزيد او بيتغير لو حذفت واحد بيقل وهكذا. لا عادي الحاجات زي دي بتبقى اوبشنال يعني خلاص. انا بس عايز قبل ما انهي المحاضره انا بالنسبه لي في الشابتر ده الجزء اللي انا عايز اقوله ده لا يهمك في الميتر ان شاء الله بس انا عايز اقول حاجه في شابتر 3 يمكن عملنا لها سكيب المره دي. نركز عليكم الاكسرسايز ده مهم برضو وهيجي ويجي بيجي شكل بيجي احيانا بيجي في الامتحان سواء الفاينل او الميتر يقول لك ايه بقى؟ discuss all integrity constraints violated by each operation يعني ايه؟ بيقول لك اذكر وقول ايه هي الحاجات اللي حصلها violation لو العمليات التاليه حصلت فعلا في الداتا بيت. حاجه زي دي ما ينفعش اجيبها لك كده بس امال ايه هجيبك معاها؟ هجيبك الجداول دي معاها ضروري اجيبك الجداول خلاص؟ لانك مش هتقدر تعرف ان في violation ولا لا في معظم الحاجات الا اذا كان معاك القيم اللي موجوده كده عشان تبدا تقارن اتكررت ولا ما اتكررتش ليها ريفرنس ولا ملهاش لازم تعرف الكلام ده كله. تعالى ناخد كده مثال من كل حاجه يعني خلينا نبدا باول مثال خالص يا ريت لو حد يكتب كده او حد يصور ويتابع معانا صور صور ده كده عشان هنروح للسلايد الثانيه واحنا هنبقى محتاجين دايما معانا. بيقول لك انسرت يعني ايه انسرت؟ يعني بدخل ايه؟ بدخل ريكورد جديد في الداتا بيز. خلي بالك في الاخر خالص بيقول لك انتو انتو في الاخر خالص في اخر السؤال انتو ايه؟ امبلويي يعني الانسرت ده هيحصل في انهي جدول؟ في الامبلويي. طب ده معناه ان انا لما اجي ابص على جدول الامبلويي بس؟ لا طبعا. هبص على جدول الامبلويي وكل الجداول اللي لها علاقه مع الامبلويي هنشوف دلوقتي هنعمل كام. المهم ان هو ايه؟ الناس اللي صورت تقول لي كده. نركز كده بالترتيب مع بعض لغايه ادي الامبلويي اول قيمه ايه؟ روبرت تقريبا. طيب والام ان مش عارف هو ده تقريبا بيقول لك الميدل نيم بيبقى اول حرف بس تمام. طيب مظبوط تاني ريكورد تاني قيمه مظبوطه تمام. طيب اللي بعد لاست نيم تمام. طيب السوشيال سكيورتي نمبر ركز قوي الرقم اللي عندكم ده هل مذكور قبل كده؟ لا متاكدين؟ ها اخره 9/4 يبقى كده تمام ايه؟ مش موجود. طيب البيرث ديت موجود مكتوب ركز بقى ركز بقى عشان في حته مهمه قوي في البيرث ديت ايه هي؟ مش احنا قلنا الدومين والفورمات والكلام ده كلته هو ممكن يكون فيه خطا ان هو مثلا كاتب البيرث ديت بطريقه مش مظبوطه ممكن خلي بالك. طيب هل البيرث ديت مكتوب مظبوط زي ما هو مكتوب هنا؟
ها ولا لا؟ طيب تمام. السكس مكتوب ام او اف، مش حاجه ثالثه؟ ها اكيد مكتوب اف. ها هو ما بينكتبوش بالترتيب؟ لا لازم بالترتيب. مش لا معلش الادرس، اسف الادرس، الادرس موجود تمام. طيب بعد كده الجندر تمام. طيب السالري تمام، رقم خلي بالك ممكن مثلا ايه يقول لك يجي يجيب السالري يقوله بالكلام بالسترينج، ينفع؟ غلط طبعا، دي فايوليت كده الدومين. طيب السوبر اس اس ام في مشكله؟ السوبر اس اس ام واقفه هنا، فين علاقه ولا مفيش؟ لا في يا جماعه، في علاقه ما بين الجدول نفسه ولا لا؟ اللي هي علاقه الريكيرسيف السوبر فيجن. ركز بقى معايا كده، يبقى هو عباره عن فورين كي للبرايمري كي، هو مين؟ الاس اس ام، صح؟ طيب لازم تكون قيمه ال السوبر اس اس ان مالها؟ هي ممكن تبقى نال ماشي، انما ها لازم تكون بتريفير لمين؟ شوفوها لي كده، القيمه اللي هنا دي موجوده هنا؟ موجوده لمين؟ يعني موظف؟ رقم اربعه اللي هو مين؟ اخر واحد اللي هو جيمس. طيب ماشي، هي فيها اربع خمسات ديت؟ طب جميل ماشي. الديبارتمنت نمبر، طيب الديبارتمنت نمبر ده ابص عليه؟ ابص عليه جدا. ليه؟ ده ممكن يفايوليت مين؟ الريفرنشال انتجريتي كونسترينتس، صح ولا لا؟ هو انا مش ممكن هنا في الديبارتمنت نمبر اكتب 10؟ جميل، اعرف منين هو بيفايوليت ولا لا؟ ركزوا يا جماعه، الديبارتمنت نمبر ده عباره عن ايه؟ فورين كي، فين البرايمري بتاعه؟ في الديبارتمنت اهو، في الديبارتمنت نمبر اللي هو قايله؟ في ولا ما فيش؟ يبقى تمام. طب لو انا قلت لك وانا بانسرت ده شلت الواحد وحطيت 10 بس، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ قولوا ايه اللي هيحصل؟ ديفرنشال انتجريتي كونستريت فايوليشن، يعني هو كده بيفايوليت بيخترق بيتعدى على ها الريفرنشال انتجريتي كونستريت. طب ايه الحل؟ خلي بالك ممكن تقريبا في راس السؤال بيقول لك وايه الحل؟ ثانيه بس معلش اكمل الحته دي، ايه الحل؟ اول يعني في حل يقول لك ايه، ما تعملش الجمله دي اصلا، وده ما بحبذوش. تمام، الحل الثاني ده حل ممتاز جدا، ان انا اضيف ريكورد في الديبارتمنت ها تيبل يكون فيها الديبارتمنت 10 اضيفه الاول عشان اضيف ناس لي، او اغير الديبارتمنت نمبر لرقم موجود هنا اللي هو 1 او 5 او 4. فهمتوا حاجه؟ ما خلي بالك لو في اي فايوليشن هتقول الفايوليشن وايه الحلول المقترحه عشان الفايوليشن ده ما يحصلش. وليكن يا شباب ان في مثلا قسم لسه جديد، خلاص نركز بقى مع بعض كده، قسم جديد لسه مفتوح رقمه 10، خلاص في موظف جه وقلنا الموظف ده متعين برضو جديد فهنعمل له اساين في الديبارتمنت رقم 10. طب يبقى اضيف الديبارتمنت الاول ولا اضيف الموظف الاول؟ يبقى انا لو جيت ضفت الموظف الاول هيقول لي ايه؟ ان ال10 دي بتفايوليت الريفرنشال انتجريتي كونسترينت، يفضل ان انت تضيف القسم الاول. وضحت؟ واضح ولا لا؟ يبقى الحلول المقترحه يا لو في الريفرنشال بالذات ضيف ريكورد يكون البرايمري هناك عشان ده يريفير ليه وما يبقاش فيه فايوليشن، خلاص؟ او ممكن اقول له اغير الديبارتمنت نمبر لرقم من ضمن الارقام اللي اوريدي موجوده. واضح؟ قول بقى اتفضل. هو هنا دلوقتي الام مش موجوده جوه سنجل كوتيشن. لا الحاجات دي مش مشكله، يعني دي ما بنبداش عليها، خلاص؟ هو البيشنز بيقول ايه ان هي مش موجوده في كوتيشنز، بسيطه دي، خلاص؟ ممكن تكون دي سهوه مش موجوده. يبقى كده يا جماعه ايه الفايوليشن اللي هيتم؟ ولا اي حاجه، مش اي حاجه، هتتم العمليه هتتم مظبوط مش اي مشكله. نرجع تاني ناخد، عايز اجيب واحده تكون فيها فايوليشن لحد ما. الانسيرت الثانيه في انهي جدول؟ بروجكت. طيب نديك ايه؟ برودكت ايه واربعه ومش عارف ايه بلاري ديت واثنين. ركزوا ارجوكم كده الناس اللي مصوره. طيب فين الديبارتمنت؟ بروجكت اسيت في السلايد اللي بعدها. تمام ادي البروجكت. البروجكت نيم برودكت ما فيش مشكله، صح؟ البرودكت نيم ما فيش مشكله. طيب البروجكت نمبر كام؟ أربعة موجود؟
يبقى عادي ولا مش عادي؟ ده لازم يكون مش موجود. لو كان موجود هي فايوليت ايه؟ الكي كونسترينت ان هو يكون ايه؟ دوبليكيتد صح؟ تمام؟ مش الكي كونسترينت ان هو ما يكونش دوبليكيتد ولا يكون نل. الانتيتي انتجريتي والكي الانتيتي ان هو ما يكونش نل والكي ان هو ما يكونش ايه؟ ان هو يكون يونيك يعني. تمام يا شباب؟ طيب اللي بعد كده ايه؟ ديبارتمنت نمبر. طيب ديبارتمنت نمبر كام؟ لا في قبلها ولا ايه؟ البي لوكيشن على البروجكت لوكيشن هل هو قال له يونيك؟ ما قالش صح؟ لا تمام. طب ديبارتمنت نمبر موجود كام؟ اثنين. هل اثنين يمشي عادي؟ لو رجعنا للديبارتمنت نمبر ديبارتمنت نمبر لا مش موجود. هو بيقول كام؟ اثنين. يبقى هنا في يا جماعه هنا في ايه؟ ديفرنشال انتجريتي كونسترينتس. خلاص نتيجه ان رقم اثنين ده مش موجود عندي. طيب الحلول ان انا اضيف ريكورد في الديبارتمنت صح ولا ايه؟ ها يكون الرقم بتاعه كام؟ اثنين. او اغير الاثنين دي لرقم موجود بالفعل اللي هو واحد او اربعه او خمسه. في مشكله؟ سمعني صحيح. وانا ممكن اجيب لك جمله فيها اكتر من فايوليشن متوقعها مني اعملها عادي. طيب خلينا ناخد رقم اف يا شباب. رقم اف بيقول ايه؟ ديليت ذا وركس اون تابل ويز اي اس اس ان 3 3 4 4 5. الديليت هو الديليت ممكن يفايوليت لو انا حذفت ريكورد حد بيريفير لي. فاهمين الكلام؟ طيب ثانيه واحده تعالى بقى نشوف في الوركس اون كده في الوركس اون ده. طيب الرقم كام تقريبا ده صح؟ 3 3 3 4 5 ما هو متكرر كده مش ده اصلا فورم كي شو الجدول ده اصلا مش تنتج الجدول؟ ايوه الجدول ده مش تنتج فعلا. طب ازاي؟ الجدول يعني ازاي؟ يعني لما نيجي نمسح كل الارقام دي كل المكرر ده مبدئيا كده عشان تمسح الريكوردز اللي فيها الرقم ده نمسح الجدول التاني ده. لا لا عادي عادي ثانيه واحده ثانيه واحده. ها؟ يعني ايه؟ ثانية واحدة ماشي حاضر. هما الاثنين يا جماعة سواء الـ SSN والبروجكت نمبر الاثنين فورين كي بس الاثنين مع بعض برايمري كي. خلاص؟ فهو بيقول ايه معلش؟ بيقول ايه؟ احذف ايه؟ طيب هو بيقول دي ليه؟ وركس اون تابلز تابلز اللي SSN بتاعها كده. طيب كل التابلز اللي الـ SSN بتاعها هو الرقم ده، ايه المشكلة؟ يا جماعة الجدول ده عبارة عن ايه؟ الجدول اللي بيربط العلاقة ما بين الموظف والمشروع. الموظف والمشروع مالوش علاقه بالديبندنس خالص. تمام؟ فممكن نقول مثلا ايه الوركس اون ديت هي علاقه الربط ما بين يعني مثلا هقول لك ممكن يكون موظف معين مشي ما عادش شغال في يعني مشي خالص من الشركه. موظف مشي من الشركه خلاص. فاذا كل المشاريع اللي هو مشترك فيها مالها هنحذفها بس في اي مشكله؟ طب هل هو ياثر على حد؟ بالمناسبه كده يا جماعه ده فورين وده فورين يبقى ايه المشكلة؟ الفورن ده ممكن يأثر على مين عدم وجوده؟ ما بيأثر. خلاص؟ بس أظن إن هو المفروض لا عارف مشكلة. العكس لو حصل هو اللي يعمل مشكلة. بس العكس اللي هو إيه بقى يا شباب؟ إن أنا أروح الأول في جدول اسمه إمبلوي وأحذف الموظف ها؟ الموظف نفسه. طيب هتلاقي إيه بقى؟ هنا الجدول ده في قيم بتريفير للموظف ده فدي تعمل مشكلة. إنما دي ما تعملش مشكلة. طيب ناخد مثال ايه تاني اخر حاجه؟ ناخد مثلا الاي ده بيعمل موديفاي ذا مانجر اس اس ان
and manager start date of the department table with the department 5-2. أكد. الجمل دي ممكن تلخبط. صلى على النبي. وبقول ايه؟ modify manager SSN والمانجر start date. يبقى هو عايز يغير قيمة مين؟ المانجر SSN مش SSN. المانجر SSN. خلاص؟ ويغير كمان المانجر يعني جاب مدير جديد يعني. يعني القسم ده جه فيه مدير جديد. فهيغير المدير وهيغير الستارت بتاع الايه؟ الإدارة للتاريخ النهاردة. لأنه عين واحد جديد. ها؟ طيب مين اللي هيعمل فيه الكلام ده؟ مين اللي هيغير له الكلام ده؟ قال لك الديبارتمنت نمبر 5. يعني كأن الديبارتمنت رقم 5 المدير بتاعه اتغير. بس يبقى انا هروح للديبارتمنت رقم 5 واشوف المانجر اس اس ان بتاعه اغيره والستارت ديت او المانجنج ستارت ديت اغيره للتاريخ الجديد ده. في اي مشكله؟ طيب جميل. ايه اللي انا اخاف عليه او ايه اللي انا ادور عليه؟ يا جماعه خلي بالكم. ايوه بالظبط، الله ينور عليك. انا دلوقتي انا هغير المانجر اس اس ان لرقم معين، رقم مختلف لاس اس ان جديد. يعني هعمل مدير جديد. ينفع مش علاقه المانج دي؟ المفروض انا دلوقتي هيكون في العلاقه في الجدول اللي هو اسمه ديبارتمنتس ده هيكون الاس اس ان فورين. طيب ماذا لو الشخص اللي هو الاس اس ان بتاعه ده مش موجود؟ يبقى دي اسمها ايه؟ Referential Integrity Constraint Violation. صح؟ يبقى أنا أروح أتأكد أشوف الرقم اللي هو 1 2 3 لحد 9 ده وتقريبا من 1 ل 9 صح؟ رقم مميز يعني. لا موجود أهو. ده يعني الراجل ده يبقى مدير. لا لحظة واحدة، غيره في إيه؟ أيوه طبعًا، بس أنا بشوف ليه ريفرنس ولا لأ؟ انا بشوفه موجود ولا لا، موظف موجود ولا لا. هو طبعا هيبقى في الديبارتمنت هنا، هتلاقي مين بقى؟ هو قال الديبارتمنت رقم كام؟ 5. اخليه ايه؟ اخليه من 1 لكام؟ ل 9. تمام. وتاريخ التعيين التاريخ الجديد، هل دي هتبين حاجه؟ يبقى انا عندي المفروض هو بيرفرنس لده وخلاص. يبقى انا اشوف الريفرنس ده موجود ولا لا. طالما موجود في الموظفين حد الرقم بتاعه من 1 ل 9 يبقى كده مفيش مشكله. خلاص؟ يبقى خليك ذكي كده، شغل الاربعه كونسترينتس في دماغك كده. هل في دومين؟ يعني في مثلا دخل قيمه ما ينفعش تدخل في الاتريبيوت ده؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه، هل في برايمري كي اتكرر؟ هل في برايمري كي نل؟ هل في فورين كي مالوش قيمه برايمري؟ ها؟ هل في الحاجات دي؟ كل ده مش موجود، خلاص يبقى نو فايوليشن، والعمليه دي هتتم بدون اي مشاكل. في اي مشكله؟ حد فاهم حاجه؟ طيب نلتقي ان شاء الله بعد الميد تيرم هيبقى كويس. هيبقى في اي ار دياجرام بسيط، هيبقى في ممكن حاجه زي كده خلاص، وفي حاجات نظري بسيطه مهم ان انت تكون عارفها، حاجات اللي هي الاساسيه اللي ما ينفعش عارفها. يعني ايه كي سوبر كي؟ مش عارف برايمري كي، كانديديت كي، الحاجات دي كلها. ما شرحنا مثلا السكيما الانترنال وال يعني الانترنال والاكسترنال والكونسبشن والحاجات دي كلها. فاكرين الرسمه الكبيره اللي كنا فيها مكونات كتير ديت؟ البري كومبايلر والمش عارف الاوبتمايزر، تقولي اوبتمايزر والمش عارف الحاجات، المكونات اللي كانت في الرسمه فاكرينها؟ حاجات زي دي ما ينفعش تبقاش عارفها. خلاص؟ فالامتحان هيبقى بالشكل ده. مش عايز بقى تفاصيل الامتحان عشان هتقولوا كلمه هقول لكم الامتحان ايه. ده الموضوع صعب، مش كبير يعني، مش كبير يعني، دي بقى في الجمال. في شيت ممكن ابعت لكم شيت على الموضوع ده. انتوا عايزين الاسئله كلها؟ ربنا يسهلها، شوف الموجود وابعثه.